صباح الخير. الحوادث الأمنية في الجنوب ومؤتمر إعلان طرابلس عنوانان تصدر صحف بيروت، نتابعهما في حلقة اليوم مع الباحث في شؤون الشرق الأوسط والأستاذ الجامعي الدكتور فادي أحمر، إضافة إلى الاستحقاقات الدستورية التي يواجهها لبنان وتداعيات الحرب السورية المستمرة عليه. صباح الخير من جديد دكتور أحمر، أهلا وسهلا فيك. بالتطور الميداني بالجنوب سنبدأ الحلقة، وتحديدا من خلال كاريكاتير لأرما حمصي بجريدة النهار تحت عنوان مواجهة بين الجيش وقوى إسرائيلية جنوبا. رسم خريطة لبنان ممددة على مقعد الفحص بعيادة الطبيب وهي تقول له كل حدودي بتوجعني. شو صار امبارح على الحدود الجنوبية دكتور أحمر؟ الواقع لا شك انه لافت توقيت الحادث بتوقيته وبمقتل جندي اسرائيلي وباختفاء جندي لبناني. من ناحيه التوقيت انا رئيس عمليات يعني بننطر شويه وقت تبين شو سبب تصار هالحادث الامني، الاشكال الامني مع العدو الاسرائيلي، ولكن اللافت هو التوقيت هالحادث بوقت 14 اذار عم تطالب بانتشار الجيش اللبناني على كافه الحدود اللبنانيه الشرقيه والشماليه لضبط الحدود مع سوريا واللي هي طويله كثير 375 كيلومتر، وبالتالي بدها تتطلب من الجيش اللبناني تفرغ يعني تفريغ قسم كبير من وحداته على العسكريه اذا اتخذ القرار السياسي بهالمساله هيدي. علما بانه هذا الطلب منه جديد، هذا طلب قديم لدى 14 اذار من وقت بدايه خاصه الازمه السوريه، وهذا طلب ملح. لكن إلهاء الجيش، ممكن يكون في عملية إلهاء للجيش بالجنوب، بدنا ننطر شوي الأيام المقبلين. أليس من الممكن أن يكون مؤشر لتطورات قد تشهدها الجبهة الجنوبية بالمرحلة المقبلة؟ أنا ما بعتقد، يعني إسرائيل عودتنا بس يصير في عندها في إشكال أمني على رد فوري يعني، خاصة وقت بيكون في مقتل جنود. نعم. ولكن هلأ لحد هلأ جل ما صدر عن السلطات الإسرائيلية هو الاحتفاظ بالرد، بالتالي ما الظاهر أنه في رد مباشر، لأنه الوضع اللي صاير الوضع بسوريا وانغماس حزب الله بالقتال بسوريا هذا وضع مثالي بالنسبة لإسرائيل. يعني إسرائيل عم يستنزف القتال في سوريا بدل ما أنه يعني مهمة عم بيقوم فيها، عم تقوم فيها الأحداث بسوريا بدل ما تقوم فيها إسرائيل. بالتالي هذا وضع مثالي لإسرائيل، ما بتصور أنه رح تصعد بالجنوب أكثر تبشان يصير في مطالبات داخلية من حزب الله أنه ليش ما بتقاوم هلأ بجنوب، وبالتالي يضطر يسحب جنوده من سوريا. ولكن تمام بهالإطار التصعيد الجبهة الجنوبية ألا يشيح الأنظار عما يجري في سوريا؟ هون إذا بدنا نروح بنظرية التقاطع المصالح كمان بين النظام السوري وإسرائيل، ما بعتقد رح يشيح نظر، لانه رح تكمل الاحداث بسوريا. يعني اجت فتره نحن بالجولان، اذا بتذكر نحن بالجولان شفنا ممكن بدايه تصعيد كان للجبهه بين اسرائيل لجلب الانظار نحو ممكن يستعملها النظام السوري لتوجيه الانظار نحو القتال مع اسرائيل، ولكن ما نجح فيها. ما بتصور انه جبهه الجنوب هي المكان اللي ممكن هلا يقدر يستعملها، خاصه انه ما ننسى في القرار 1701 وفي قريبين دوليين وفي ضغط دولي على الموضوع. يعني ما بتعتبر انه هالقرار على المحك اليوم بعد يلي جرى، يعني انه حادثه محصوره وانتهت؟ ما بعتقد السوري، النظام السوري اللي هلا صحيح انه تنفس نتفه من بعد ازمه الكيماوي وقبل ازمه الكيماوي شوي بعد ازمه الكيماوي، ولكن بعده بحاجه لدعم الدولي وخاصه حلفاء الروسي والصيني، وبالتالي ما بيقدر يحرجهم اكثر واكثر بجبهه الجنوب، لانه في القرار 1701 هو قرار اتخذ بالامم المتحده وبتصويت هالدول اللي هن حلفاء لحزب الله لسوريا وداعمين لحزب الله. بجريده الجمهوريه، المواجهه بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي براس النقوره خطفت كل الانظار عن الملفات السياسيه خاصه الحكوميه والرئاسيه، ما استدعى استنفار على الجانبين ودخول سريع لليونيفيل على خط التهدئه والمعالجات، وبات من المتوقع ان يطغى هذا الملف بالايام المقبله على ما عداه من ملفات ويستاثر بالنقاش السياسي. وكذلك يعني بنفس الوقت كان في لفت تعرض الجيش لهجومين متتاليين كمان بالجنوب، الاول عبر رمي قنبله باتجاهه بشمال صيدا، والثاني وهو الاخطر تمثل بتفجير انتحاري نفسه امام حاجز للجيش بمجد اليون بصيدا. قبل ما نحكي عن هالحادثين بحد ذاتهم، بتشوف في ترابط بين هذين الحادثين وحادث رأس النقورة؟
ما بعتقد انه في ترابط بيناتهم. اللي صار بصيدا وبمجدليون انا بحطه باطار تنامي الاصوليه، تنامي الاصوليه وانتقال الاصوليه اللي هي كانت موجوده انتقالها الى العمل الميداني كنتيجه خاصه نعم. مباشره للي عم بيصير بسوريا، وكنتيجه هن مثل ما اعلنوا النتيجه مباشره كمان لانغماس حزب الله بالصراع بسوريا، بالصراع في سوريا. وبالتالي هيدا باطار تنامي الاصوليات، والحل له هو بده يكون حل شامل، حل شامل بالمنطقه، حل شامل بالمنطقه، حل شامل بالمنطقه. وتقول حل شامل، نحن اكيد مش عارفين نحل، ندعي لحل شامل بالمنطقه. يعني الصراع اللي صاير كثير حاد بين السنه والشيعه، ولكن على مستوانا اللبناني نحن فينا نعمل حل، فينا نعمل حل بدايته هو انسحاب حزب الله من القتال بسوريا، لانه حزب الله اللي قام بحرب استباقيه على الاصوليه، على الاسلام الاصولي، مثل ما عملوا نعم. الامريكان. يعني ذكرني بالامريكان بالحرب الاستباقيه على صدام حسين بال 2003، حرب الاستباقيه هيدي ما اعطت نتيجه، مثل ما الامريكان ما اعطته النتيجه بال 2003، صارت الاصوليه خلفه. الاسلم والافعل هو نحن نحصن جبهتنا الداخليه، جبهتنا نعم. الداخليه على المستوى السياسي، هون الجبهه الداخليه على انه نمد ايدنا الى المعتدلين، لانه ما حدا بيقدر يحالب الاصوليه وحده. المتجمده اصلا على المستوى السياسي، هيدي للاسف المتجمده مع الحرب ورجعت ازمت اكثر مع من بعد هالتطور الانغماس، تطور انغماس حزب الله بالسياسه. لماذا دكتور احمر الجيش اللبناني؟ لماذا استهداف الجيش اللبناني؟ هلا هون يعني في علامه استفهام كبيره حول الموضوع، ولكن لاحظنا اخر فتره في شعور، وهيدا مش تحليل، يعني هيدي كمراقب انا لاحظتها وسمعتها من بعض القياديين، ان كان عند التيارات الاسلاميه الاصوليه وعند بعض القيادات السنيه في طرابلس، عم يدعو الجيش الى انه يكون عادل. نعم. في شعور، هل هو صحيح ولا لا ما بعرف، بس في شعور وكانه الجيش اوقات ما عم بيكون عادل اتجاه الكل. هو مع هيدي مساله يعني خطره كثير، هيدا الشعور خطر كثير، هيدي مساله خطره كثير على مستوى الوحده الوطنيه وعلى مستوى الارتكاز الى الجيش كهو ضمان لوحده نعم. لبنان وكمدافع عن 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 حدود لبنان وكمدافع عن عن السلم الاهلي بلبنان. نعم، ولكن من يتحمل هنا بلبنان. مسؤوليه تغذيه هذا الشعور من جهه في الاحداث بالمنطقه اللي نحن خارجه عن ارادتنا، يعني الصراع بالمنطقه اللي صار له اكثر من عقدين من الزمن، ومباشره هلا لا شك انه شفناها انه صار في اكثر اعمال عسكريه، انتقل الاسلام الاصولي بلبنان الى الفعل اكثر واكثر من بعد دخول حزب الله. يعني بالتالي هذا سبب زياده ومباشر للي عم بيصير هلا بلبنان. بهيك معطى جديد حول ما حصل عند جسر الأولي لجهة مجدليون، علمت اللواء أن ما حصل مرتبط بمحاولة مجموعة المسلحين تمرير سيارات مفخخة لتفجيرها لمناسبة الميلاد، وأحدى السيارات تمكنت من اجتياز المنطقة ولم تعرف الجهة التي قصدتها. وبحسب المعلومات الجيش أحبط محاولات خلايا إرهابية تفجير الوضع الأمني على حاجزي الأول مجدليون عبرة عند المدخل الشمالي لصيدا، وتمكن من قتل 4 إرهابيين. هون بترجع يعني علامات الاستفهام أو التساؤلات حول الوضع الأمني بشكل عام، ولا سيما مع عشية الأعياد. صحيح، خطر بيكون خطر الموضوع. يعني إذا كمان هلأ المجموعات الأصولية والإرهابية بتستعمل الإرهاب بهالشكل، خطر كتير خاصة بمناسبات الأعياد. من جهة يعني أنا أوقات ما بفهم هالمنظمات الإرهابية، يعني كيف بتعمل، كيف بتشتغل، لأنه هيدا بعلم السياسة يعني هي مش واضح. يعني بالدول بنقدر نحسب لها كيف تصرفاتها وكيف ردود فعلها بتكون، ولكن المنظمات من هالنوع ما بنقدر نحسب لها كيف تصرفاتها وشو أهدافها بتكون. بالتالي أنا ما بستبعد إنه يكون في أعمال من هالنوع على عشية عيد الميلاد، بس هل هيدي الأعمال بتخدمهم هن؟ بتخدم قضيتهم؟ شو قضيتهم؟ مين بتخدم هالاعمال؟ لا شك انه بتخدم اللي شايلين حرب على هالاصوليين، على هالمنظمات الاصوليه، هلا مباشره بتخدم النظام السوري اللي عم بيصور حاله واللي نجح بتصوير حاله، لا شك انه هو النظام عم بيحارب الاصوليه. وهيدا اللي كان عم بيقوله النظام السوري حتى ما قبل الرئيس بشار الاسد، ايامات بيو حافظ الاسد، انه انا اللي عم حارب الاصوليه قبل ما تبلشوا انتم تحاربوا، كنتوا انتم عم تدعمون بافغانستان، انا كنت عم حاربهم بسوريا. الاعمال هيدي بتخطب لشكل النظريه تبعه، اضافه الى الاعمال الى
إلى تنامي التيارات الأصولية بسوريا وسيطرتها هلا على كثير من المواقع العسكرية، يعني تقدمها على الجيش الحر على مستوى الميدان العسكري بسوريا. علامات الاستفهام على اللي جرى بصيدا أتت بعد تطورات الوضع في طرابلس، حيث يلي شهدت بالأمس تجمع نظمته قوة 14 أدار، قالت عنه جريدة المستقبل أنه تحول لتظاهرة سياسية غير مسبوقة في المدينة، شاركت فيها 200 شخصية من النواب والسياسيين والنقابيين والمجتمع المدني، وخلصت إلى توصيات ركزت على الاعتدال بوجه التطرف. كيف السبيل لوضع يعني هالكلام موضع التنفيذ العملي والتطبيق على الأرض؟ لا، هيدا أنا شفته مثل نداء، يعني قريته مثل نداء من 14 أدار للطرف الآخر على الساحة اللبنانية، إنه نحن معتدين خلينا نحط إيدنا بإيد بعض، نظهر من مسألة وإلى الرئيس السنيور يعني مباشرة بدع حزب الله، نظهر من القتال في سوريا ضروري لتحصين الساحة الداخلية. ما فينا إلا ما نحط إيدنا بإيدين بعض مع المعتدلين، لأنه ما حدا بيقدر يحارب التطرف وحده، وأي تطرف رح يستجلب تطرف آخر، وبالتالي نحن بنصير بحلقة مفرغة، بدوام مفرغة من العنف والتطرف اللي ممكن تفكك الكيان اللبناني، وكتير خطرة كتير. نعم، ولكن بس أنا بس بدي ألفت نظر بموضوع النداء اللي هو امبارح، أبعد من الاعتدال اللي دعت له 14 أدار، وهو كتير مهم. دعت 14 أدار لشغلة أساسية، وضع خطة شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل المناطق الحرمان في المدينة بطرابلس، لأنه لا شك أن التطرف ينمى وينمو ويستغل الحرمان والبيئة الفقر. والبيئة الفقيرة، وهذا مش موجود بلبنان. هذه الحالة ما بتطبق بس على لبنان، هي تطبق وين ما كان. أنا شفناها بسينا مثلا بمصر، هلا إذا بناخذ مصر، ليش سينا فيها الإخوان المسلمين قوايا فيها والتطرف الإسلامي قوي؟ لأنه سينا لأنه الشعب بسينا بقي مهمش طيلة فترة حكم حسني مبارك. يعني أي بيئة فقيرة هي بيئة جاهزة لاستقبال الأصوليين للتناغم معهم ولتطور الأصولي فيها. نعم، طرابلس وحدة من هالبيئات للأسف. رح نناقش بالموضوع أكثر، ولكن بدي استفهم من دكتور مصطفى علوش اللي هو معي مباشرة عبر الهاتف، أو حاول اطرح عليه المآخذ يلي سجلها الصحفيين اليوم بصحف بيروت، لا سيما يمكن بالصحف القريبة من فريق 8 أدار. دكتور مصطفى علوش، صباح الخير. صباح النور لك ولضيفك. غسان ريفي بجريدة السفير اعتبر أن 14 أدار تستثمر في طرابلس بإعلان، يعني قبل ما أطرح لك الملاحظات يلي سجلها على لقائكم بالأمس وتجمعكم بطرابلس، بدي أخذ رأيك بالعنوان بداية. تستثمر إذا طرابلس هي جزء من البلد، وعم نحاول نستثمر جهودنا بقلب طرابلس، ولكن بالتأكيد لا نستثمر طرابلس، بالتأكيد نستثمر الجهود بطرابلس حتى نقدر نلاقي مخرج للأزمة اللي عم تاكل وتنهش بالبلد على مدى السنوات الماضية، من خلال الإعلان الواضح اللي عم يحكي أنه نحن جزء من الدولة، والتمسك بالدولة والتمسك بالعيش المشترك والتمسك بكون المدن الأساسية اللي عم يسموها مدن متطرفة أو مدن إرهابية أو تجمعات إرهابية، إن هي حقيقة هل الوضع هذا لا يمثل حقيقتها، وهي متمسكة بكل المبادئ اللي قوى 14 أدار وأي دولة وأي بلد بالعالم فيها عم تسعى للديمقراطية وللاستقرار عم تسعى لها. البنود يلي تضمنها الإعلان بالأمس بحسب الكاتب لم تتضمن أي مقترح عملي للتطبيق، ماذا عن الخطة يلي رح تعتمد بالمرحلة المقبلة اللي وضعها البنود موضع التنفيذ؟ نحن يعني لا عنا جنود ولا عنا قوى أمنية ولا عنا ولنا بالحكم. نعم، مبدئيا في نحن مجموعة ضغط سياسية تمثل يعني مجموعة واسعة من الناس من اللبنانيين، وعندها رؤى سياسية تسعى إلى تطبيقها من خلال الإقناع ومن خلال الحملات السياسية. في بالبند الأخير أو في آخر البيان
في لجنة متابعة رح تقوم بالضغط على القوى المحلية والسياسية حتى تقدر تنفذ هالأهداف اللي موجودة أيضا ومفندة بقلب البيان. نعم، كما لاحظ أنه تغيب عن هذا اللقاء بالأمس أي ممثل عن أطراف النزاع بجبل محسن أو بباب التباني، بماذا؟ هذا بالتأكيد هذا مش مؤتمر مصالحة، يعني نحن اللي طارحينه أنه يكون في مؤتمر مصالحة بمرحلة لاحقة. نعم، أطراف النزاع بالحقيقة نحن بنعتبرنا أنه المدينة تعاني من منطقة العنف ومنطقة الخروج عن الدولة، وأيضا تعاني من اعتداءات مستمرة واضحة بكلامنا من النظام السوري وأعوانه. فعمليا اللي دعيوا إلى الاجتماع هن الناس اللي معتبرة حالة متضررة. نعم، من الوضع القائم. بحسب جريدة النهار دكتور علوش، أوساط الرئيس مئاتي لم تبدي امتعاض من هذا المؤتمر، بل على العكس اعتبرت أن ما جاء في البيان ينسجم مع ما عمل له رئيس الحكومة ونواب المدينة لتطبيق القانون وفرض الأمن وإزالة المظاهر المسلحة والإصرار على قيام القضاء بدوره. هل هالكلام بأسس لتعاون بالمرحلة المقبلة بينكم وبين الرئيس مئاتي وفريق الوزاري تاليا؟ يعني إذا كان هيك خلي الرئيس مئاتي على الأقل يقوم بواجباته على المستوى المحلي، أنا ما بدي أحكي عن المستوى الوطني لأنه أخل بواجباته على المستوى الوطني بشكل فاضح، لكن المستغرب أنه هالأوساط شو عم تقول والصحافة اللي عمليا بيدلوا موجودين بالكواليس عنده شو عم تقول، عم تقول العكس تماما. نعم، بس كمان بختام هالمداخلة بدي أخذ تعليقك على التطور الميداني في الجنوب بالأمس. هل حادثتي رأس النقورة والاعتداء على الجيش بالداخل، يعني بالداخل الجنوب، مرتبطتان؟ ما بظن أنه في ترابط مباشر، لا شك أنه عامل الصدفة هو اللي خلى التوقيت يكون بالشكل هذا، خاصة أنه الجهات اللي تسببت بالحادثين هن جهات مختلفة. نعم، لكن عمليا بيأكد أنه الوضع شديد توتر والوضع شديد التعقيد، وبالتأكيد المؤسسات الأمنية اللبنانية هي بوضع الاستهداف على المدى يعني الفترة القادمة. شكرا لك دكتور مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي بتيار المستقبل. عندك إضافة على موضوع طرابلس قبل ما ننتقل للحديث عن عنوان؟ أنا بس بدي أوسع إذا بتريدي موضوع التنمية بطرابلس. نعم، لأنه حكينا كثير. طرابلس مدينة فقيرة، والدكتور علوش بيعرف أكثر مني على الموضوع لأنه ابن المدينة وناشط ولاعب سياسي أساسي فيها، وعم يدعو. من هون إجت دعوة 14 أدار، لأنه في افريقيا ب 14 أدار بيعرفوا كثير منيح واقع المدينه. نعم، وهيدي مدينه مهمشه من زمان، مدينه مهمشه من زمان، يعني من منذ بدايه الحرب اللبنانيه، وهيدي مدينه شهدت حروب. صحيح بيروت شهدت حرب، شهدت حروب من 75 لل 90، ولكن بيروت تم اعاده بنائها من بعد الحرب، ولكن طرابلس لم يتم اعاده البناء، لم يسمح بان يتم اعاده بناء فيها. وهون مش بناء الحجر، بناء 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 الحياة للناس بفرص عمل، بتنمية اجتماعية، بمصانع، بخلق فرص عمل، بدعم هالمزارعين اللي هونيك. هلا إضافة على ذلك، يعني طرابلس ما قبل النزوح السوري يحكى عن 40% من سكانها ما دون خط الفقر، وأكثر من 30% بطالة عند الشباب الطرابلسي. هيدا قبل النزوح السوري، فكيف بالحرة هلا مع النزوح السوري، خاصة وأنه عدد كبير منهم مقيم إما في طرابلس أو بضواحيها القريبة والبعيدة، بالتالي هيدا تقل جديد، وهذا سبب أزمة اجتماعية إضافية إلى المدينة. إذا لم تعالج هذه الأزمة رح يضل فيها المشاكل، وخاصة والأخطر مثل ما كنا عم نقول رح تتنامى الأصولية أكثر وأكثر، لأنه رح تكون بيئة جاهزة لتنامي الأصولية، أو لأنه هناك فيها كمان فئات تريد الاستثمار في هذه البيئة بهذه الطريقة. يعني هون الاستثمار السياسي موجود، يعني مش إنه موجود الاستثمار السياسي لها، يعني خاصة بالأحداث اللي عم بتصير، ولكن أنا بخاف إنه تستغل أكثر وأكثر التيارات الأصولية. نعم، لمشان تقدر تتنامى، خاصة وأنه تاريخياً، يعني وقت تاريخياً منذ بداية القرن العشرين بنشوف إنه في تيارات سلفية
موجودة بطرابلس بطرابلس، ولكن ما كانت تيارات سلفية سياسية، كانت تيارات سلفية دينية بحتة. هلأ تحولت لتيارات سلفية سياسية وعم تنتقل إلى العمل العسكري ميدان. وهون الخطر بالموضوع. طالما أشرت إلى موضوع النازحين السوريين، رح نختم هالقسم مع ما كتب عن الحملة يلي قامت فيها مجموعة من المجتمع المدني للتضامن مع النازحين السوريين. جريدة الشرق أبرزت لهذا الحراك أيضا على يعني بقلم معوني الكعكي الذي اعتبرها أنها يعني أنه كان جميلا مشهد الشاحنات الكبيرة وهي تفرغ حمولاتها من المساعدات الإنسانية في عرسال، ووجه تحية صادقة لهذه المجموعة المستنيرة من المجتمع المدني التي اتخذ أعضاؤها من العاصفة التي ضربت لبنان مناسبة للتضامن مع النازحين السوريين. يعني الأوضاع اللي واجهوها النازحين السوريين خلال الأسبوع المنصرم، كيف برأيك يجب يعني تداركها للمرحلة المقبلة؟ تدارك هالأزمة هيدي بالمرحلة المقبلة صار صعب، لأنه عدد اللاجئين نفوق قدرة لبنان على التحمل أو على الاستيعاب أو على القيام بواجباته الاجتماعية تجاههم. والأسوأ من هيك أنه الدول المجموعة الدولية لحد هلا مش عم تدعم لبنان، مش عم تساعد لبنان مشان يقدر يقوم بواجباته اتجاه النازحين السوريين. ولكن أنا بدي بس ألفت نظر، لفتتني كثير امبارح، كمان لفتني كثير المشهد، الشباب عم بيقوم بمساعدات بدون يعني مبادرة منه، مبادرات فردية على الفيسبوك تقريبا، بمبادرات فردية. نعم، انا بحطها بخانة هون هيدا الايجابية بالذاكرة القصيرة للبناني. اللبناني عاش الحرب، وقسم كبير من الحرب كان السوري هو طرف اساسي فيها، وما حدا من الفئات اللبنانيه ما تعرض الى القصف السوري او الى اضطهاد النظام السوري بمرحله من المراحل. ولكن هلا وكانه نسينا هالمرحله، عم نساعد هالشعب السوري اللي هو كمان عم يعاني من النظام ومن الحرب بين ممارسات النظام وانه الشعب بالنهايه. انا بحيي تخيل، لانه بالنهايه نحن شعبين جارين، وبالتالي المرحله الماضيه ضروري على بالمستقبل القريب والبعيد يتم مصالحه بين الشعبين. ولكن انا انبسطت انه بسرعه في شباب وكانه نسيوا المرحله الماضيه هبوا لمساعده النازحين السوريين. بحييهم، لانه دول ثانيه وقت بتعيش حروب تحمل حقد بدها فتره تاريخيه طويله تتنسى شو صار معه. احنا لا، هيدي الايجابيه بالنفسيه اللبنانيه. المشكله يمكن دكتور احمر انه صحيح الحقد منه موجود بالنفسيه اللبنانيه تجاه الشعب السوري الشقيق، ولكنه موجود عند بعض الفئات اللبنانيه الداخليه، يعني وتحديدا هون بدي ادقق اكثر عن المسيحيين يلي عم نشوف كل يوم اكثر واكثر تذكير بمآثر الماضي وما حصل بالماضي، يمكن لانه اقترب الاستحقاق الرئاسي. الحقد اتجاه السوري؟ لا، الحقد بين المسيحيين، يعني بين المسيحيين انفسهم، يعني بالتحديد بشكل ادق بين العونيين والقوات. لا، ما بعتقد هلا، ما بعتقد هلا الحقد هالنفسيه هيدي، الحقد بعدها موجوده خاصة بالمرحلة الحالية. هلا بما يخص اذا عم تقصدي حالتك، لا، عم نشوف الاسبوع الماضي السجال يلي صار، لا السجال بصير وقت للتاني يستعمل بشكل للاسف يستعمل الماضي لاهداف هيك سياسيه صغيره. ولكن انا مبسوط من المشهد المسيحي اللي هلا على باب استحقاقات رئاسيه عم بيتلاقى مع بعضه تحت مظله بكركي، اللي هي من اول وصول غبطه البطريرك كان مصر على انه يجتمعوا المسيحيين يقعدوا مع بعض، ولو اختلفوا على الطاوله يقعدوا مع بعض على الطاوله. هلا عم يجتمعوا تحت مظلة تركيا تحضيرا للاستحقاق الرئاسي اللي هو مش استحقاق مسيحي بس، استحقاق وطني. بعد الفاصل، هل اللقاء هو بالقول والفعل وشو مصير كمان الحكومه الموعوده؟ لحظات ونعود لمتابعه هذا الحوار مع الدكتور فادي احمر. ختام القسم الأول، ختمنا الحديث مع دكتور أحمر بالحديث عن بكركي ودور الجامع للفرقاء المسيحيين. رح نبدأ القسم مع بكركي كمان، وإنما من خلال كاريكاتير جريدة البلد تحت عنوان الراعي أضاء شجرة الميلاد
في بكركي رسم البطريرك الماروني يحمل المبخرة أمام شجرة الميلاد وقد زينت بمصابيح ترمز إلى الملفات اللبنانية العالقة. هل ممكن ينجح البطريرك الراعي اليوم عشية الاستحاء الرئاسي ب يمكن يلي ما قدر انه يحققه البطريرك صفير بولايته بجمع الفرقاء المسيحيين على مرشح واحد؟ مش المطلوب انه اول شيء مش المطلوب انه يتم الاتفاق على مرشح واحد حتى يصير الاستحقاق على الاقل. لا مش هيدا وكان هذا هو الشرط. لا مش هيدا بالواقع مش هيدا المطلوب. يعني اللي انا تابعت تصاريح غبطه البطريرك وال الأجواء المحيطة حول الصرح البطريركي. نعم. البطريركي لا مش المطلوب الوصول إلى 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 ما قبل 25 أيار بمرشح مسيحي ماروني واحد، ولكن المطلوب هو إنه ما نوصل للفراغ. المطلوب إنه يكون في رئيس جديد على كرسي الرئاسة اللبنانية، وهذا مطلب صحيح. هلا بكركي رائدة فيه، وبكركي رائدة فيه مش انطلاقا من موقعها المسيحي الماروني فقط، انطلاقا من موقعها الوطني، لأنه فراغ كرسي الرئاسة هو نتائجه الكارثية رح تكون على مستوى كل لبنان. بالتالي هلا اللي عم بيقوم فيه الصرح البطريركي هو انه يجمع الافرقاء المسيحيين الاساسيين، ويمكن لاحقا يحكي مع كل الافرقاء وكل وممكن المرشحين المحتملين او اللي يمكن يكونوا مرشحين، انه خليها تكون المنافسة سقفة. بدنا سقفة رئيس. هو رئيس رئيس يكون ببعبدة قبل خمس رئيس جديد بقصر بعبدة قبل 25 أيار، ولكن مش منافسة أتعطل الـ الـ الانتخابات لسه. الرئاسية، لأنه الفراغ ممنوع، الفراغ كارثة. وبالنسبة لمبادرة غبطته من أول تقريبا من بداية انتخابه بطرك، لا شك البطرك صفير حاول كثير أنه يجمع المسيحيين ونجح بمحلات، بمحلتين الظروف السياسية ما ساعدته. والغبطة البطريرك الراعي كمل اللي كان عم بيقوم فيه غبطة البطريرك صفير. نعم. بموضوع جمع المسيحيين على طاولة واحدة. بالنسبة لضرورة تأمين النصاب بغض النظر عما توافق على شخص أو لا، إذا كان حزب الله وفريق 8 أدار مثل ما اليوم قرينا بجريدة الأخبار اختار العماد عون مرشح له، هل قوة 14 أدار بتنزل على مجلس النواب إذا كانت عارفة هذا الأمر، وإذا لم تكن هي بين بعضها متفقة على مرشح واحد؟ لأنه كما يعني تسرب أسماء أنه في أكثر من مرشح بصفوف هذه القوى. هلا بالواقع أنا مني ب 14 أدار هيك كمراقب برأيك بتروح 14 أدار؟ أنا اللي بعرف أنه بالأجواء المسيحية، وهيدا اللي الصرح البطريركي عم يسعى أنه يأكده تجاه النواب المسيحيين، واجب وطني أنه بجلسة الانتخاب نكون كلنا سوا بالجلسة، بجلسة الانتخاب يكونوا كل النواب بجلسة. وهون مش غبطة البطريرك عم يحكي بما يخص، أو الصرع عم يحكي بشكل عام بما يخص النواب المسيحيين، ولكن هيدا كمان مرحلة لايحة. حتى هلا صور الصرح البطريركي عم يحكي وغبطه تحديدا انه هيدا واجب وطني على كافة النواب. نعم. يكونوا بمجلس النواب وتكون منافسة ديمقراطية، ولا لشو نظامنا الديمقراطي؟ لأنه كشفت جريدة الأخبار اليوم وفي أنسو كشف انه صار في لقاء على عشاء بين أفريقاء 8 أدار خلص فيه المجتمعون على يعني الاتفاق على ترشيح العماد عون للرئاسة كمرشح عن هذه القوى، وهنالك قناعة لدى الحزب وحركة أمل بعدم وجود مرشح غيره، وبأنه الفراغ بموقع الرئاسي خيار جدي وهو أفضل من التمديد للرئيس الحالي أو الاتيان برئيس ضعيف مسيحيا. حتى الوزير يوسف سعادة اللي كان حاضر بهذا العشاء قال انه مرشح تيار المرد الاول هو العماد ميشيل عون. هيدي منا جديده بما يخص تيار المرد. ديجا الوزير طبعا وقال الوزير سليمان فرنجي قال بمقابله تلفزيونيه، قال انه انا هو مرشح، ولكن اذا بشوف انه ميشيل عون جنرال عون عنده حظوظ اكبر هو بيرشحه. هيدي منا جديده. هلا بالنسبه للترشيح الجنرال عون، انا ما عندي معلومات، او اقله جنرال عون بتصاريحه اللي الفتره بيقول انه مركز على الرئاسه، هو بيقول انا ماني مرشح، ولكن عم بيقول شو مواصفات المرشح اللي نعم. هو بده اياه، اللي هي بتتلاقى بتنطبق عليه مثل ما قال انه بتنطبق على الدكتور جعجع وبتنطبق على ناس ثانيه. يعني الكل عم يحكوا هلا بمرشح او قوي، مش مرشح، مش مدير للازمه، وبالتالي يحل الازمه ولا يديرها ولا
او يساهم بحلها، يعني حلها يمكن كلمه كبيره شوي، ولكن رئيس قوى يقدر يقول لهم انه تعوا مشان نشوف كيف بدنا نحل ازمتنا الداخليه ونعزل حالنا عن الازمات المحيطه فينا، لانه فعلا الوضع عم يتدهور بسرعه وبسرعه كبيره جدا. لفتني بهالاجتماع انه الفراغ افضل من التمديد او الاتيان برئيس ضعيف. ليش توقفت عنده؟ مش اول مره بيحكي عن لانه الفراغ لانه الفراغ كارثه. نحن عشنا الفراغ ب 88 بال 1988. نعم. وانا هون الوضع هلا مش وضع بيشبه شوي 1988، مش 2007 مثل ما قال الرئيس بري اليوم. ايه الرئيس بري قال بيشبه 2007، انا بشوف انه بيشبه اكثر الوضع بال 1988، خاصه وانه نحن في يعني في وضع حاد جدا وفي صراع كثير كبير بالداخل اللبناني، من جهه هيدي من جهه، من جهه ثانيه الوضع الدولي، الوضع الاقليمي والدولي، وكانه لبنان صار هلا اهتمام سنوي بالنسبه للدول، بالتالي اي فراغ بكرسي الرئاسه ممكن يودي لفوضى بلبنان. والفوضى تؤدي الى الحرب؟ الفوضى ما بعرف شو بتكون نتيجة، ولكن اي فراغ مين بده يدير؟ هلا بنشوف، اذا بنشوف الوضع الانمائي والمعيشه، يعني شفنا الازمه العاصفه الطبيعيه، شفنا ما في مسؤول عنها، بالتالي ودت لكارثه. بعطي مثل بسيط يعني، وكله بيلحق بعضه، يعني حياه المجتمعات بالتفاصيل كمان، لعله يعني المقصود ان تصل الامور الى الفراغ الذي بدوره قد يوصل الى طائف جديد، مؤتمر تأسيسي، انه يمكن الهدف الابعد هو هذا الامر. انا كمراقب بشوف انه ايه في ناس بدها، لا شك بدها مؤتمر تأسيسي جديد، يعني في الطرف الاساسي هو حزب الله، بده حكاها من حوالي السنه السيد حسن نصر الله، سئل عنها بمؤخر مقابله تلفزيونيه، قال نحن قلناها ولكن شفنا الوضع هلا مش مؤتي، ما بدهم، ما عدنا ذكرناها، ولكن شو انا عم شوف الاحداث ايه عم بتروح باتجاه فرض واقع هو مؤتمر تأسيسي. نعم، ولكن حلفاء السيد نصر الله العماد عون تحديدا بماذا يستفيد من وضع مماثل، سيما والحديث عم بيكون عن المتالتي، يعني في حال صار مثل هذا المؤتمر وهي قد تأخذ من حقوق المسيحيين أكثر، أليس كذلك؟ لا شك أي مؤتمر تأسيسي جديد بده يأخذ من حقوق الأضعف، والمسيحيين هلا هن الحلقة الأضعف على مستوى الداخل اللبناني. ولكن أنا بشوفها من جهة حزب الله والطائفة الشيعية بشكل عام بظرف تاريخي، يعني بظرف تاريخي على مستوى القوة السياسية والقوة العسكرية وقوة التحالفات مع الأطراف الأقليميين، بالتالي بدهم يترجم، من الطبيعي أنه يسعوا لترجمة هالقوة هيدي على مستوى الدستوري تمشان تستمر إلى أمد بعيد. وأنا بس بتذكر من حوالي 10 سنين سمعت من أحد قيادي الحزب أنه بئس هالمقاومة تكون بهالمجتمع اللبناني اللي هو مركب، لأنه هالمقاومة بقوتها واللي قدرت فعلا دحرت يعني العدو من الجنوب، كان اقل شيء انه تستلم السلطه. بال 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 بالمطلق المستوى السياسي صحيح، ولكن بالتركيبه اللبنانيه هيدي لا، غير ممكن، غير ممكنه. هلا الحزب عم يسعى، لا شك عم يدفش باتجاه، بس مش يعني بهدوء رايحه الامور، ولكن بهدوء تحته صاخب، يعني بهدوء، ولكن ما تحت الهدوء في صخب كبير، والفراغ خطر كثير. هل بهذا الإطار تضع يعني الهجوم على الرئيس ميشيل سليمان من قبل قوة 8 أدار والقول أنه يسعى إلى التمديد ربما إلى التجديد، ما خلفية هذا الهجوم؟ لا شك الرئيس سليمان من وقت اللي بلش يأخذ مواقف من الأزمة السورية ومواقف متشددة من الحياد اللبناني ونائب النفس تجاه الأزمة السورية، والموقف الاساسي اللي اخذه اتجاه انغماس حزب الله في الصراع السوري، من وقتها بلشنا نشوف مواقف قاسيه اتجاه الرئيس سليمان. لا شك انه الحكي عن التمديد للرئيس سليمان بهالمواقف السياسيه اللي عم ياخذها ما بتناسب قوة 8 اذار وتحديدا حزب الله، لانه اخذ موقف بما يخص الحزب بالداخل السوري. الرئيس سليمان كان مدافع وداعم للحزب كمقاومه اتجاه العدو الاسرائيلي، ومدافع عن سلاح حزب الله كمقاومة هي عنصر قوي للبنان، ولكن منه مدافع عن الحزب كطرف بالصراع الداخلي السوري اللي ممكن يؤدي لكوارث على مستوى العلاقة بين لبنان وسوريا. تشوف انه حظوظ التمديد انتفت
بعد موقف البطريرك وموقف الفرقاء كافة وعلى رأسهم الرئيس سليمان، أم أنه الظروف رح ترجع تحتم هذا الخيار؟ ما بنقدر، بدنا ننطر بعد شوي يعني، بعد بكير شوي يعني، حتى بعد المهلة الدستورية يعني، حتى رئيس المجلس نفسه مش عم يحكي بعد الموضوع قبل 25 أذار، بيقول مدة بداية الجلسة أو بداية المهلة الدستورية لانتخاب رئيس. ولكن بعد بكير، ولكن ممنوع الفراغ، مش لازم يكون في فراغ. الرئيس تمام سلام، هل يعني بعد كل هذا الانتظار سيحول دون الفراغ بتشكيل حكومة قد يعتبرها فريق 8 أذار حكومة الأمر الواقع؟ عم تصير معقدة أكثر وأكثر مسألة تأليف الحكومة. يعني آخر تصريح امبارح للوزير وليد جنبلاط انه بعده مصر على يعني او داعم لفكره 996 اللي هي نعم. رفضتها 14 اذار. بالتالي كيف التسويه حتصير؟ هل في من امكانيه تسويه بعد بموضوع الحكومه؟ في علامه استفهام كثير كبيره لشر، بس الوضع صار اصعب بكثير. يعني الخطا الاساسي بموضوع الحكومه انا بقول هي ما تألفت بسرعة ببداية التكليف، لأنه زوار الرئيس تمام سلام بحسب موقع الكلمة أونلاين نقلوا عنه قوله أنه الواقع الاقتصادي والسياسي اللي عم تعيشه البلاد يدفع نحو ضرورة تشكيل حكومة من أجل معالجة المطالب الحياتية. وسئل أنه قوة 8 أذار لن تسلم الوزارات ورئيس مئاتي كذلك لن يخلق السرايا، بيقول الرئيس سلام استمرار الرئيس مئاتي المستقيل في السرايا مخالف للعرف والنص، ومفترض منذ استقالته عدم البقاء في السرايا وكذلك الوزراء في وزاراتهم، وكان عليه تصريف الأعمال من المنزل. وبعد تشكيل الحكومة يؤكد الرئيس المكلف أن رئيس الحكومة يتحمل وحده مرجعية حاكم المصرف المركزي والقيادات العسكرية والأمنية وسائر مسؤولي الدولة. هون ردا على ما قيل أنه قوة 8 أذار لن تسلم الوزارات، ايه خطير كثير يعني. ما بعرف اذا تصريح رسمي، بس ما بعتقد تصريح رسمي من قبل اوساط لموقع الكلمه اونلاين، لانه بصير في يعني وضع خطر. ما بدي اقول انقلاب، اذا فعلا صار في حكومه يعني وبنرجع لسيناريو 88. ايه خطير كثير، خطير كثير. ليش عم بقول انا انه الوضع بيشبه شوي 88؟ بالتالي بدها تدارك، لانه كلنا سوا تضررنا من وضع 1988. لأن ما ننسى صحيح هي كان في لطف من ضوء على اللي كان عم بيصير على الساحه المسيحيه وقتها، كان مقسم البلد، لكن كمان كان عم بيصير على الساحه الشيعيه. كمان كان 88 90 كان في حروب داخليه على مستوى الطائفه الشيعيه، كان في فوضى بكل البلد، ادت الى وقتها لحظ لبنان انه كان في اراده دوليه ثابت. نهايه الحرب البارده امريكا في عندها عم تحضر تدخلها بالخليج، نزول جنودها بالخليج، ارادت انه تهدئ الوضع بلبنان وتحل الوضع بلبنان. ولكن شو كانت كلفته؟ كانت كلفته تلزيم لبنان للنظام السوري كمان، ما ننسى يعني. بعد الفاصل رح ننتقل معك لنحكي عن الوضع، وضع الازمه السوريه بعناصرها كافه، وهل السعودية وإيران يخوضان حربهما فيها بالوكالة مثل ما قالت جريدة الجارديان اليوم؟ تساؤل رح أطرحه عليك بعد الفاصل. موضوع الإقليمي رح نناقشه من خلال مقال لفواز جرجس بجريدة الجارديان البريطانية، عنوانه على الشكل التالي: على السعودية وإيران إنهاء حربهما بالوكالة في سوريا. يقول جرجس إن استراتيجية الدول الغربية تجاه سوريا أضحت في حالة يرثى لها، وأضحت سوريا اليوم ساحة حرب بالوكالة عن السعودية وإيران مع تداعيات طائفية مدمرة، وهنالك شكوك بإمكان التوصل أو بإمكانية عقد محادثات السلام للتوصل إلى حل في الصراع الدائم في سوريا دون التوصل إلى تفاهم ضمني بين اثنين من القوى المتحاربة، حيث أن السعودية بحسب كاتب المقال تمارس نفوذ كبير على المتمردين الإسلاميين، وإيران تعد سببا أساسيا لبقاء الأسد. هل تشاطره هذه القراءة؟ إيه بقسم كبير منها صحيح، صحيح بقسم كبير منها، انه حرب الوكالة لا شك يعني، مش بالوكالة حتى، لانه ايران منغمسة فيها بشكل مباشر، والسعودية مش حرب الوكالة بمعنى انه هن قاعدين عم يتفرجوا والحرب دايرة، لا هيدي بنتفق فيها نيانس.
ولكن فيها تمييز نتفه، ولكن بما يخص استراتيجية وبما يخص الحرب بسوريا بشكل عام، لا شك انه الغرب هون شغلة أساسية أي فواز جريس، انه الحرب الغرب ما كان عنده استراتيجية لإدارة الأزمة، بل أنا بضيف أكثر من هيك، الغرب كان يجهل بالواقع السوري، وأنا كنت أسمعهم من أصدقائنا الغربيين وتحديدا الفرنسيين، يعني ما ننسى انه الفرنسيين كانوا متوقعين بمنتصف 2012 تكون نهاية الأزمة يعني ويسقط النظام، ما كانوا بيجهلوا الواقع السوري لانه ما بيجهلوا قوته، مش عارفين شو عناصر قوه النظام السوري، ومش عارفين انه هن بعدم دعمهم للمعارضه، هن يعني دعموا المعارضه بالمواقف وبالاحتضان السياسي، ولكن عمليا على الارض لانه تحولت المعارضه لمعارضه عسكريه، بالتالي صار الدعم السياسي لا يكفي. هل يعني عدم تحرك من قبل المجتمع الدولي ما رده يعني هذا الجهل، ام الخوف من ما بعد نظام الاسد واللي هلا يعني تظهرت، يعني صار في تظهير لصورة الإرهاب أكثر، حتى أنه مثل ما تفضلت وقلت لي بالبريك يمكن صار العنوان بدل بجنيف 2، بدل ما نشوف كيف يعني ما بعد هذا النظام صار العنوان كيف محاربة الإرهاب. صحيح، لا شك بالنسبة للأصولية المتنامية بسوريا والمجموعات المسلحة اللي صارت بالمعارضة اللي صارت بغالبيتها أصولية واللي هي البارزة على الأرض، من جهة هيدي موجودة حقيقة، من جهة نجح النظام بتكبير حجمها، ومن جهة تخاذل الدول الداعمة للمعارضة السورية عن دعم الجيش الحر من البداية، يعني من سنة ونص أو سنتين كمان كان واحد من الأسباب اللي خلى المعارضة المتشددة إنه تجتاح الأرض بالمناطق اللي مسيطرة عليها المعارضة. ولكن بما يخص البديل، لا شك البديل عن النظام هو هاجس اساسي عند الغرب وتحديدا عند الامريكيين، وهيدي وحده من الاسباب اللي كانت امريكا بدها انه الازمه السوريه تطول. من جهه لانه الاداره الامريكيه بدها انه سوريا تتدمر كبلد، لانه هل سوريا كبلد وهيدا النظام كنظام واقف كان بوجه سياستها بالشرق الاوسط منذ الخمسينات، وهيدا النظام منذ السبعينات، فبالتالي بدا انه يتدمر. ومن جهه ثانيه كان في مساله البديل، هيدي انطرحت قبل الازمه السوريه حتى بال 2005 او 2007 وقت انطرح امكانيه تغيير النظام بسوريا، كان السؤال على طول مين البديل. هلا لحظ النظام انه هلا تغيرت المعادله بالشرق الاوسط، يعني ثبت النظام وضعه على المستوى الداخلي انه هو قوي، مش بسهوله يتم اسقاطه. ولكن بالمرحله الثانيه صار في الدعم الروسي له، والروس استفاد من الازمه السوريه ليسجل نقطه ايجابيه له على مستوى صعود روسيا كقوه دوليه. الازمه السوريه كانت خطوه الى الامام في مشروع روسيا قوه دوليه جديده في العالم. الامريكان تلقفوها أوريو الواقع منيح. من هون كان التردد الامريكي في ضرب النظام بايلول الماضي من بعد الاستعمال الكيماوي، مع علما بانه النظام علما بانه موسكو ما اعلنت انه هي حتدعم النظام عسكريا، ولكن في واقع امريكاني، وهذا كمان لصالح النظام، في واقع امريكي هلا جديد. امريكا هلا مش قادره بقى تفوت بمغامرات عسكريه جديده، عم نشوفها عم تنسحب من المغامرات العسكرية اللي فاتت فيها ببدايات القرن الحالي بأفغانستان، وبالتالي انطلاقا من هون الشيء اللي عم بيصير بسوريا، وانطلاقا من هون القراءة كمان التقارب هلا. ما أنا هون السؤال الأخير دكتور أحمر، هل بتشوف التقارب بين إيران والغرب على خلفية الموضوع النووي يعني وبدء مرحلة الحل السلمي إذا بدنا نقول أو الحوار السلمي بتأثر على معالجة الموضوع السوري، أم أنه هن خطان متوازيان؟ اللافت كان يعني باجتماعات إيران مع دول 5+1، وكان ملف نووي فقط وليس الموضوع السوري. نعم. لحد هلا بشكل غير مباشر، يعني باللي رشع عن المحادثات السرية اللي جرت بعمان بين الأمريكيين والإيرانيين هو كان الملف النووي فقط، ولكن في أبعد من هيك. أول شيء ليش صار هالتقارب؟ هون شغلة مهمة، من جهة الأمريكان شايفين الصعود القوة الروسية اللي هي عندها علاقات جيدة مع إيران، بالتالي بحاجة لأنه يرجع يربطوا مع إيران لمنع روسيا أنها ترجع توصل على البحر، على البحار الساخنة، وهيدي استراتيجية بدأوا الإنجليز وأكملوا فيها الأمريكيين خلال الحرب الباردة. هلا إذا الصعود الروسي مكفى مضطرين يرجعوا لهي من جهة. من جهة تانية الإيرانيين ما ننسى، يعني صور
الاتفاق النووي وكأنه هو انتصار لإيران. لا، إيران عندها مشاكل اقتصادية كبيرة، إلى سنتين في ركود، في أزمة اقتصادية ومالية كتير كبيرة من بعض العقوبات الأوروبية اللي أضيفت على العقوبات الأمريكية وعقوبات الأمم المتحدة. بالتالي هلا في مرحلة جديدة بدنا ننتظر تنشوف كيف بدها تتطور بهالموضوع. كل سنة لختام الحديث معك دكتور فادي أحمر، أنا بدي أشكرك شكرا جزيلا لمرافقة اليوم في كلام بيروت. أيضا أشكر المشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.